العمليات الأخيرة، التفقد، التنظيف، آخر ما يكمل به الفريق عمل أسبوع كان شاقا، لكن مع رجال ستيف كل الأمور سارت بطريقة رائعة تنسي كل هذا التعب. شوف لو بروفيسيوناليزم تاع لو ستاف تاع لوبيتال مصطفى، سمعوا بالحكايه تاع الطفله هذه، وقفوا معها احسن وقوف، واش من بسيكولوج واش من بروفيسور، يوميا زوج خطرات ثلاث خطرات في النهار، لي زانترن لي ميديسان كاع وقفوا معها الطفله هذه، يعني هذا واجب على كل حال ويديروه مع كل المرضى. لكن هاد الطفلة بالذات مش سهل، والله مش سهل. خلود تغادر المستشفى وكل تفكيرها منقسم حول مرضها والحالة التي أصبح عليها المنزل. دقت ساعة الحسم في انتظار الأهم.